السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى أخوات في العالم. لو حضرتك معاك تليفون سامسونج فالنهارده ان شاء الله هعرف حضرتك طريقه لنقل الملفات من التليفون القديم للتليفون الجديد. طيب قبل ما نبدا ونشوف الطريقه، لو حضرتك اول مره بتشوف قناتنا على اليوتيوب، اكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناه وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد. واتمنى من كل اخواتي واصدقائي مشاركه الفيديو علشان المعلومه توصل للغير. وخلونا كده نشوف الطريقه خطوه بخطوه. اول حاجه علشان حضرتك تنقل البيانات بتاعتك من التليفون القديم للتليفون الجديد، التطبيق ده داخل كل تليفون سامسونج اسمه سمارت سويتش. طب ما لقيناهوش هنا على التليفون، هنروح نفتح كده المتجر وهننزل التطبيق من داخل المتجر سمارت سويتش موبايل. بمجرد ان حضرتك بتفتح التطبيق بنلاقي اختيارين: ارسال البيانات، تلقي البيانات. طبعا احنا هنبعت البيانات من التليفون القديم للتليفون الجديد. هفتح برضو التطبيق هناك على التليفون الثاني، هنا هقول له ارسال، هنا هقول له تلقي، هنا هحدد اللاسلك اللي هي شبكة الواي فاي، وهنا هختار جالاكسي يعني اندرويد ولا ايفون، طبعا بيدعم الاثنين. هضغط على جالاكسي وبرضو هقول له شبكة الواي فاي اللاسلكي، وهنا هيبتدي يعمل كونكت. وزي ما حضرتك هتشوف دلوقتي هيلف معايا اهو الاتصال كده، جاري الاتصال متابعة. هنا بيقول لحضرتك تم الاتصال بالـ A54، وهنا بدأ عملية التحويل. طبعا المفروض كان يطلع لي قائمة فيها كل شيء، بحدد على كل شيء وفعلا كل شيء بيوصلني من الباسوردات، كأني بالظبط ما غيرتش التليفون. زي ما حضرتك شايف هنا سرعة النقل، جاري النقل وصل معايا لـ 11%، وبمجرد ان هو ينتهي معايا انا نقلت كل محتويات التليفون القديم على التليفون الجديد. وبكده عرفنا ازاي ننقل محتويات التليفون بتاعنا القديم للتليفون الجديد بدون ما نتفرج على اي اعلانات ومن داخل تليفونات سامسونج. وبكده يكون انتهى شرح اليوم. اتمنى ان انا اكون افدت حضرتك ولو بمعلومة، ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك، اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.